كام واحد مننا بيهتم بنوع مية التبريد في العربية زي ما بيهتم بالزيت كده؟ الغالبية أول ما المية بتاعت العربية تبتدي تنقص يبتدي يحط مية عادية على أساس إنها بترطب الموتور. للأسف هو ده اللي بيبوظ الموتور حتى لو بتستخدم أحسن نوع زيت في الدنيا. طب ليه؟ ممكن نفهم؟ مية التبريد دي شغلتها زي الكمادات اللي بتستخدمها لأي حد حرارته عالية. موتور العربية بيشتغل عند درجة حرارة 80 ل 90 درجة مئوية عشان يدي أفضل أداء للعربية. ما ينفعش يشتغل أقل من كده وما ينفعش يزيد عن الحرارة دي. المية العادية درجة الغليان بتاعتها عند 100 درجة مئوية، فالموتور بيسخن المية والمية تبتدي تتبخر وتسبب أملاح في دورة التبريد وتزود الضغط الداخلي على الخراطيم وعلى الترومبة وبترفع درجة حرارة الموتور. أما مية التبريد المظبوطة فبتكون خليط 50% مية مقطرة و 50% مادة اسمها إيثيلين جلايكول، بتضاف عليهم مواد مانعة للصدى والتآكل. الخليط ده بيتميز إن درجة التجمد بتاعته قليلة جدا ناقص 36 درجة مئوية، وكمان درجة الغليان عالية جدا 135 درجة مئوية. لما بتكون درجة الغليان عالية بتخلي الخليط ده يمتص الحرارة من الموتور ويبردها في الراديتير بدون الوصول لدرجة التبخر، وكمان الخليط ده بيكون عامل زي الزيت فبيحقق تزييت لترمبة المية ويحافظ عليها من التآكل، وبتلاقي أداء الموتور واستهلاك البنزين في أفضل حالات. عشان كده احنا بننصح باستخدام مية تبريد مظبوطة وموثوق في مصدرها عشان تحقق أفضل أداء لعربيتك وتحافظ عليها. زيوت ولف، خلي عربيتك على زيوت.